السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من جديد إلى برنامجكم من هذه القرآن. ما زلنا نتأمل في سور القرآن الكريم. نفتح كل سورة بحسب نزولها. اليوم مع سادس سورة نزلت على قلب الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انها سوره المسد بعد ان نزلت سوره العلق اولا ثم ثانيا سوره القلم ثم ثالثا سوره المدثر ثم رابعا سوره المزمل ثم خامسا سوره الفاتحه جاءت سادسا سوره المسد والاجواء التي نزلت فيها هذه السوره الكريمه كانت غريبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كلفه الله بتبليغ الدعوه راح يجمع اهل قريش القبيله التي كانت حول مكه المكرمه وحول البيت العتيق كان من عادة العرب ان كل من اراد ان يزف خبرا يخرج الى البطحاء مكان متسع ويصعد الى الجبل كما في عصرنا هذا من اراد ان يقيم تظاهره او مظاهره او مسيره فانه يختار ساحه كبيره ويصعد فوق مكان عال مرتفع حتى يراه الناس ثم يستعمل اساليب الدعايه ليجمعهم ثم يخطب فيهم ثم يبلغ ما يريد ان يبلغ هذا معروف عند المنظمات والهيئات والجمعيات وغير ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا اميا لا يقرا ولا يكتب وكان يتيم وكان فقير وكان راعي للغنم وكان يعيش حياه منعزله عن الناس لكن الله تعالى حينما اصطفاه وبلغه سر الوجود واختاره لكي يكون قائد المرسلين وامام الغر المحجلين اودع فيه السر. السر في ان اعطاه فصاحه وبلاغه واعطاه قوه واعطاه جلد واعطاه صحه واعطاه عافيه واعطاه الوحي الالهي لكي يبلغ فاذا بالنبي الكريم يفعل كما يفعل عموم الناس اذا ارادوا ان يوجهوا مجتمعا ذهب الى البطحاء مكان متسع وصعد فوق الجبل وقال وصباحا 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 ينادي هنا عن يمينه وعن شماله الناس كنظام قبلي سمعوا هذا المنادي فجاءوا يخرجون رجالهم ونساؤهم كبارهم وصغارهم شيوخهم وذراريهم من الذي يخاطب وماذا يريد أن يقول هذا السيد الذي جاء يخاطب فلما تجمهروا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صبحكم الله ومساكم قالوا صبحك الله فقال لهم يا قوم اذا اخبرتكم بان هناك عير حول الوادي تريد ان تغير عليكم قافله تريد ان تهجم عليكم اكنتم مصدقين اذا جئتكم بخبر بان هناك عدو يتربص بكم يريد بكم الشر هل انتم مصدقين؟ فكلهم قالوا ما جربنا عليك الكذب أنت إذا قلت كلاما فكلامك صواب وكلامك حق أنت عندنا كنت تسمى بالصادق والأمين معروف بصدقك وأمانتك قل ما عندك لن نكذبك ما الذي حدث فقال يا قوم إني جئت لكم بشيرا ونذيرا بين يدي عذاب أليم جئت أدعوكم لعبادة الله وحده لا شريك له وأن تنبدوا ما دونه من الأوتان والأصنام وأن لا تشركوا به شيئا وأن تمنعوني وتقفوا بجنبي حتى أبلغ هذه الدعوة فبدأ الناس ينظر بعضهم إلى بعض بحجب ما الذي يقول هذا الرجل فإذا بعمه وهو يسمى أبو لهب قام وقال يا محمد ألهذا جمعتنا تبا لك تبا لك وصار يقول هذه الكلمة ويكررها تبا لك من هنا ربنا عز وجل أنزل هذه السورة فأنزل الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هكذا نزلت هذه السوره سوره المسد على ابي لهب. من هو ابو لهب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي الكريم يتمنى ان عمه يقف بجانبه ويكون ساعده الايمن لانه تربى في احضانه. كان هناك عبد المطلب رجل فاضل ورجل حنون كان يحميه وكان يدافع عنه لكن العم الثاني الذي هو ابو لهب رغم ان النبي الكريم عاش بين احضانه وترعرع بين عينيه ولكن انقلب على عقبه وسبقت له الشقاوه سبقت له الشقاوه بانه لم يكن من المحظوظين الذين يفتح الله قلبهم للايمان واليقين أبو لهب هذه تسمية كونه أنه كان وجهه مذهبا من صفاته أنه كان وجهه أبيض ومشرق وكأنه مذهبا يتلألأ وكان أحول العون العينين وكان معجب بهندامه وبهيئته وله مال وفير وله بنات في بادئ الأمر أراد أن يزوج ولديه عتبة وعتيبة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده الذكور لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده البنات عنده أربعة من البنات واثنين من الذكور صغار ومن بينهم رقية وأم كلثوم في البدء خطب عتبة وعتيبة ابني أبو جهل خطب من النبي الكريم رقية وأم كلثوم لماذا لأن سيدنا النبي كان فقير وأبو لهب كان غني فقال نتزوج بهما لكي نغدق عليهما مما عندنا من المال. لكن حينما جاءت الدعوه فان ابا لهب غضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض ان يؤمن بل انه كان يشده من ثيابه ويقول: اصمت يا محمد اياك ان تقول هذا الكلام انك انك تمس الهتنا بسوء اللات والعزى وهبل وتمس تجارتنا تجارتنا قائمه على شرب الخمر وعلى بيع الالهه وعلى البيوتات ذوات الرايات الحمر التي فيها فساد وفيها رقص وموسيقات وغناء ومجون كل هذا تحرمه وكل هذا تمنعه اذا كساد على اقتصادنا وكساد على مدخولنا دعوتك مرفوضة يا محمد ارجع لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصر على تبليغ الدعوة فكان يشكوه إلى عمه الآخر أبو طالب ويقول له يا بني لا تكلفني ما لا أطيق لا تكلفني إنهم سوف يأدونك فيقول يا عم والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. فكان النبي الكريم قد تشرب نعمه الايمان واليقين، وايقن بان الله معه، وانه وجب ان يبلغ الرساله رغم كل الاضداد. فابو جهل صار صار يتتبع ويتلقف خطوات النبي الكريم وصار يعذبه ويعذب من معه. هذه الصوره يقول فيها الله سبحانه وتعالى: تبت يدا ابي لهب وتب. لاحظ ما معنى تبت؟ يعني خسئت وخابت وضلت، تبت يدا ابي لهب وتب، كررها مرتين بمعنى امعانا في الخسران. يعني يا ابا لهب يا من رفعت لواء محاربه الدعوه الاسلاميه يا ابا لهب يا من عندك ايديولوجيه مضاده للدين الاسلامي فإن مشروعك فاشل وإن دعوتك باطلة وإن مآلك إلى الخسران ربنا يقرر هذه القاعدة منذ البدء لم يسمح له بأي كلام آخر قرر هذه القاعدة النتيجة النهائية تبت يد أبي لهب وتب لما قال تبت يد ما معنى اليد هنا تبت أولا القرآن الكريم يقولها كثيرا لكل من فشل مشروعه هناك اناس يسعون الى التغيير والتجديد والتطور يحملون مشروعا معينا، مشروعا مجتمعيا. لكن المشروع المجتمعي اذا كان منقطعا عن رساله السماء فحكمه البوار وحكمه الباطل. وكثيرا القران الكريم يحكي لنا عن اناس قاموا بمشاريع اصلاحيه او مجتمعيه وذهبت سدى. من بينهم مثلا فرعون. الذي قال فيه وما كيد فرعون الا في تباب وما كيد فرعون الا في تباب، كيده انه كان عنده مشروع لكي يغير الواقع الاجتماعي ويكرس افكاره وما تجول به قريحته من تشريعات وقوانين مضاده للفطره الانسانيه فربنا قرر منذ البدء وما كيد فرعون الا في تباب فكان فرعون من الغرقى ومن الهالكين. ربنا هنا يحكي عن ابي لهب منذ البدء بأن مشروعه فاشل تبت يدا اليد هنا ما المقصود بها ليس هي اليد الجارحة وإنما ما سخره أبو لهب ومن يكون معه من وسائل لمحاربة الدعوة لأنه لم يكن يحاربها باليد الجارحة أنه بالعراق أو بالتدافع لا عنده وسائل وكل عصر له وسائله مثل عصرنا هذا هناك وسائل وسائل ضغط إما وسائل تكنولوجية أو قنوات فضائية أو مواقع للتواصل الاجتماعي أو هناك قدرة على على تجميع الجماهير ودفعها للتجمهر نحو المؤسسات الحكومية للمطالبة بأشياء معينة هذه تسمى الآليات اللوجستيكية فكلمة اليد ترمز إلى القدرة والقوة تبت يد أبي لهب وتب أبي لهب لماذا قال أبو لهب وإسمه أبو العزة بن عبد المطلب اسمه الحقيقي عبد العزة عبد العزة بن عبد المطلب فلماذا قال أبو لهب أبو هو أبو الفكر المضاد هناك فكر عبر التاريخ له آباء وله أولياء وله دهاقنة وله قيادات وله زعامات فسماه أبو أبو الكفر والعياذ بالله أبو لهب واللهب اصلا لان كان وجهه مشرق وكان مذهبه وايضا لان الله تعالى توعده بالنار والنار من لهب النار فيها اللهب فيها الحريق فيها البريق فقال تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب كان يفتخر بان عنده المال عنده مال كثير عنده تجاره من اين كان يكتسب هذا المال من بيع الالهه كان عنده نحاتين ينحتون الالهه ويبيعونها حول الكعبه وكان عنده حانه لشرب الخمور يروج في هذا المشروب وعنده ايضا نوادي ملاهي فيها نساء ورقص وفيها علاقات غير شرعيه وكل ذلك يدر عليه المال ثم عنده قوافل للبيع والتجاره فكان عنده تعدد في المداخل جمع مالا وفيرا فلما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن أبا لهب هدده الله تعالى بالله بالنار قال يا محمد أتهددني بالنار يوم القيامة التي تزعم أنه سوف يكون حتى إذا كان سوف أفتدي بمالي وأفتدي بتروتي وأفتدي بكل ما كسبت أنا عندي أموال طائلة عندي أرصدة وعندي قدرات وحتى لو كان هناك قيامة كما تزعم ونشور وحساب وملائكة وجنة ونار سوف افتدي نفسي هناك الفدية بهذا المال الوفير الذي عندي فقال له القرآن الكريم ما أغنى عنه ماله وما كسب هذا المال لن لن تنعم به هذا المال سوف يضيع منك ولن تستفيد منه وكل ما كسبته من من حظوة ومن علاقات وسلطه وغير، كل ذلك لن ينفعك لانك حاربت الخالق، وكل من حارب الخالق فان الله تعالى سوف يعاقبه. الغريب ايها الاحباب الكرام ان هذه السوره ما فيها اسم الجلاله. جميع سور القران الكريم فيها اسم الجلاله. اما اسم الالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات، مثلا نقول الحمد لله لله ربي. العالمين الرحمن الرحيم هذه أسماء جلال وأسماء جمال وأيضا أي سورة قل هو الله أحد قل أعود بربي الفلق في كل سورة هناك اسم جلال الله لا إله إلا هو هذه الصورة ما فيهاش اسم جلال هذه السورة تنتفي من اسم الجلال وكأن الله غضبان على هذا الرجل الذي يتحدى دعوته ولم يذكر اسمه إطلاقا سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ربنا عز وجل يهدده ويقول إن مصيرك يا من تعادي الدعوة ويا من تقف في وجه الإصلاح فإن مصيرك هو النار سيصلى نارا ذات لهب لاحظوا هو اسمه أبو لهب والنار ذات لهب انظروا الى التعبير القراني لكي يبين بانه سوف يعاقب من جنس ما اكرمه الله هو في البدء اعطاه الله صوره جميله رغم انه كان احول لكن صورته كانت جميله كان يقال وجهه وضيء وشعره ولحيته كانت فيها بريق مذهبه تتلألأ فعوض ان يحمد الله على هذه النعم هو تكبر وتجبر ف أعطاه الله هذا الجزاء سيصلى نارا ذات لهب سيصلاها بمعنى جميع جوانبه الجوانب الجو يوم الجو 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 يحمى عليها في النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لم يكن بمفرده أبو لهب الذي يقوم بإداية النبي الكريم وإنما كانت زوجته واسمها أم جميل أم جميل كانت زعيمة أبا لهب في الكفر والعياذ بالله وكانت مؤازرة له فأول ما سمعت بالدعوة كانت قد سبقتها الشقاوة ولم يطبع ربنا عز وجل على قلبها بالإيمان أول شيء فكرت فيه هو أنها طردت بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم اللي في بيتها يلا اخطبهم ولدها عتبة وعتيبة قالت لهم طلق بنات النبي فطلق كل منهما بنت النبي قالوا حتى يدخل كاهله وحتى يعاب لان الرجل ملي كتطلق البنت ديالو وترجع ليه كيشعر بالانهزام وكيشعر بالانكسار فارادوا ان يذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق بنيتيه فجاءت ام كلثوم تبكي وتطرق الباب وخلفها رقيه وقال يا ابانا لقد طلقانا فالنبي الكريم عنقهما وقال ربنا عليه العوض وربنا عوض فيما بعد كل واحدة منهن ربنا رزقها زوجا صالحا مصلحا مباركا من جيل الصحابة من أهل القرآن الفريد أم جميل هذه بدأت تبدي العداوة للنبي الكريم فصارت تذهب إلى الأسواق وتقول هل سمعتم ما قال مذمم لا تسميه محمد كانت تشتمه وتقول له مذمم هل سمعتم الدعوة التي يدعيها مذمم وكانت تقرد الشعر تقول شعرا بين الناس تقول مذمما أبينا ودينه عصينا وأمره أبينا مذمما وهكذا تقول كلاما سيئا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي كان يتألم هذه المرأة هي زوجة عمي وهذه المرأة يا ما شاركت معها الطعام ودخلت بيتها ودخلت بيتي وخطبت بناتي وجلسنا معا والآن بسبب الدعوة الدينية تفرق الشمل وصارت عدوة لي فربنا لما أنزل الآية قال ومرأته حمالة الحطب لماذا قال حمالة الحطب لأنها كانت تجمع الحطب وفيه الأشواك وتضعه على عتبة بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكي إذا خرج من بيته يتأدى بالأشواك وكل طريقه تأتي بالخدم والعبيد الذي كان عندها وتامرهم بجمع الحطب فيه الاشواك وتقول لهم دعوه في طريق محمد اينما ولى وارتحل يجد الاشواك في طريقه فجاء القران الكريم يقول وامراته حماله الحطب انها تحمل الحطب وربنا سوف يعاقبها في النار فيه حطب وعدها انها ستكون في نار شديده فيها لهب وفيها حطب في جيدها حبل من مسد في عنقها الجيد هو العنق بمعنى سيعطيها الله تعالى جيد اللي هو سلسله في العنق ويقال سبب هذا الكلام وهو انها لما كانت تؤذي النبي الكريم وتجمع الخدم والعبيد وتقول لهم تفننوا في صناعه المكائد لمحمد كان يعوزها المال فكان عندها قلادة جميلة جدا وثقيلة كلها من ذهب مرصعة باللؤلؤ وكانت معجبة بها تظهر بها في الأعراس وفي الحفلات والمنتديات فقالت لابيعن هذه القلادة ولأصرفن ثمنها ضدا على محمد وضدا على دعوته فباعت القلادة وصرفتها مالا وبدأت تصرفها على إداية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربنا عز وجل في جيدها حبل من مسد المسد والصورة تسمى صورة المسد تبت يد أبي لهب اسمها المسد الصورة ما معنى المسد وهي قلادة طولها سبعون ذراع سلسلة يعني أغلال يعني ديمينوت سلسلة وأغلال لا سبعون ذراع من الحديد الحامي أن الله تعالى توعدها بأنه سوف يطوق عنقها بهذا الحبل حبل من مسد من نار في عنقها يوم القيامة لأن ربنا يتحدث عن أهل النار والعياذ بالله أن من بين الذين يعذبون أنهم عندهم عندهم حبال في أعناقهم مثل البهائم ويجرون ويساقون إليها سوقا أم جميل لما سمعت هذا الكلام أثر فيها وغضبت وقالت لأذهبن إلى محمد وأضربنه ولأرجونه بالحجارة فجمعت حجارة وذهبت إلى مجلسه وكان النبي الكريم أنذاك مع أبي بكر الصاحب ومع مجموعة من الصحابة قلة قليلة أقل من أربعين شخص الذين كانوا قد أسلموا والنبي الكريم بجانب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقالت أين محمد أين محمد وال والناس يندهشون إنه معهم وسطهم بينهم بجانب أبي بكر أين محمد إني لا أراه وتعجب كيف لا تراه وقالت لهم والله ان رايته وعثرت عليه لارجمنه بهذه الحجاره كيف يجرؤ ان يسبني بهذا الكلام الذي يزعم انه قران؟ ثم انصرفت غاضبه تولول وابو بكر مندهش ومن معه مندهشين والنبي الكريم معهم فقال له يا رسول الله لماذا لم ترك لم تراك؟ قال ان الله تعالى قد صرف بصرها عني الله تعالى صرف بصرها عني أما لو أنها قد ربتني بالحجارة لا سلط الله عليها ملكا يقسمها إربا إربا ولكن رحمة بها ربنا عز وجل عفا عنها وصرف بصرها عني هذا الكلام الذي نزل على هذه المرأة لم يزدها إلا تعنتا وإلا عداوة للقرآن وللدين فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبذل كل جهده من اجل ان يتودد اليهم لعلهم لعلهم يسلموا لانه دمه ولحمه وعائلته لكنهم رفضوا ربنا عز وجل فيما بعد ينزل الايه ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا هذا التهديد بالنار والتهديد بالعذاب كله كله تخويف لان الاصل في 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 رب العباد انه الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمه. الله لطيف بعباده، هذا هو الاصل. لكن حينما يتحدث الله تعالى عن النار وعن العذاب وعن الوعيد انما تخويف. لان الانسان اذا خاف قد يرتدع ويرجع. كما قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. رغم ان هذه الايات جاءت شديده، كان المفترض عن ابي لهب انه يخاف ويرتدع. ويطلق العناد لعقله وفكره لكي يسمع هذه الدعوة وما هي مبادئها وما هي أحكامها وسوف يجد بأن تنسجم مع الفطرة وفيها مصلحة للمجتمع وللواقع وللحياة لكنه رفض فربنا عز وجل أقر بأن مأله إلى إلى بوار وبقي أبو لهب دوما في محاربة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أدركته الوفاة متى توفي؟ وفاته كانت يوم السابع بعد غزوة بدر الكبرى. لما وقعت غزوة بدر الكبرى في المدينة المنورة بعد 14 سنة من الدعوة سيرجع الكفار والمشركون منهزمين في غزوة بدر الكبرى وكان أبو جهل لم يشارك في المعركة لأنه كان مريض وشيخ هرم وقد أصيب بمرض شديد مرض الطاعون. وبقي هنالك الناس انشغلوا بالغزوة غزوة بدر. وبقي وطريح الفراش ويتألم بالطاعون الطاعون يأكل لحمه يأكل لحمه والعياذ بالله حتى توفي حينما مات مات وحيدا وبقي في خيمته بعد ثلاث أيام انتبه الأهل والأقارب بأنه قد مات ورائحته كريهة شم راحة كريهة فأرادوا أن يتخلصوا من الجثة فلا أحد يستطيع أن يقترب منها لأنها كانت تتحلل فحفروا له حفرة ودفعوه بعمود حتى وصل إلى الحفرة ورموه فيها ثم ألقوا عليه الحجارة وأغلقت صفحة اسمها أبو لهب ولم يقدر له أن يسلم وربنا عز وجل كان بالإمكان أن أبا لهب يسلم لكن الله قرر بأنه لن يسلم وهكذا حصل مات وزوجته أيضا ماتت موتة شنيعة وطغيت صفحة أبي لهب وامرأته وفقرة تسمى ومريئته ومرأي أتو حمله الحطب تصغيرا لها انتهت وبقيت الدعوه الاسلاميه قائمه وقد مر عليها الان خمسه عشر قرنا ولا تزال في قوه وفي اشعاع وفي تجدد فهذه الصوره ايها الاحباب الكرام تسمى سورة المسد فيها هذه المعاني وهذه العبر ونسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعناه اللهم امين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله